يا مساء الفل والنور والهنا والسرور على عيون كل اللي بيسمعونا وبيشوفونا في كل مكان. من زمان واحنا بنسمع نغمة واحدة ما بتتغيرش، النجوم بيخافوا من المسرح، مش عايزين يشتغلوا مسرح، بروفات كتير بقى، عروض 50-60 يوم وفي الاخر فلوس مفيش. لكن الحمد لله مؤخرا بدأت النغمة دي تتراجع وبدأ النجوم يزحفوا على المسرح زحف، وبقى عندنا عمنا الكبير الفخراني بيعمل الملك لير، الاستاذ محمد صبحي عروضه المسرحية المختلفة. هنيدي هو كمان راح على المسرح وبيعمل 3 ايام في الساحل، واخيرا الزغلول الكبير احمد عز اللي قرر انه يقتحم المسرح من بوابة مسرحية علاء الدين، وده اللي هيخلينا النهاردة بقى نقف مع بعض ونسأل هل كان احمد عز موفق في الخطوة دي وانها كانت بالنسبة له مغامرة محسوبة، ولا الموضوع رهان ومقامرة غير محسوبة ممكن تأثر على عز وعلى شعبيته وعلى النجومية اللي حققها الفترة اللي فاتت. اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من عرض خاص. النهاردة وزي ما قلت هنتكلم عن مسرحية علاء الدين في شكلها المصري، عشان نشوف هل العقبات اللي محطوطة في طريق المسرحية دي عقبات فعلا حقيقية ممكن تأثر على نجاحها، ولا الموضوع كله ممكن يعدي ويبقى العقبات دي مجرد حاجات في شنك. لكن الأول خلينا نتكلم عن بطل المسرحية الرئيسي اللي هيكون السبب في نجاحها أو السبب في فشلها، أحمد عز. أحمد عز بدأ مشواره الفني بالمشاركة مع أصالة في كليب لما جت عينك في عيني. بعدها وزي أي حد بيدخل الوسط الفني بدأ بأدوار صغيرة، وطبعا بما ان الراجل ممشوق القوام وسيم سنانه حلوة فقال لك نجربه الاول في الأدوار الرومانسية. فقدم مذكرات مراهقة وملك روحي وحب البنات وغيرها من الأعمال اللي كان أحمد عز دايما بيطلع فيها هو الجان الأول اللي البنات كلها بتحبه. بعدها ومن 2004 بدأ أحمد عز يدخل مرحلة تانية أنا بسميها مرحلة المضحوك عليه. مش أحمد عز هو اللي مضحوك عليه، لا، الشخصيات اللي بيعملها هي الشخصيات اللي مضحوك عليها، بمعنى إنه كان دايما في آخر الفيلم بيكتشف إن هو ضحك عليه ضحك السنين. عندك مثلا ملاك اسكندريه اللي بيكتشف في اخره ان صاحبه وزميله في المكتب هو اللي مدبر كل الموضوع ده. عندك 365 يوم سعاده لما بيكتشف في النهايه ان البنت اللي حبها اصلا ما كانتش مصابه زي ما اقنعته. عندك فيلم الرهينه، مسجون ترانزيت مثلا اللي بيكتشف فيه ان الراجل اللي بيحركه من اول الفيلم لاخره على اعتبار ان هو رتبه كبيره في الداخليه مجرد حد نصاب. ولا ننسى طبعا واحد من اهم افلام احمد عز اللي قدم فيها شخصيتين لاول مره، وهو فيلم بدل فائد اللي اكتشف فيه برضو ان كان مضحوك عليه وان كان ليه اخ توأم وان الراجل والست اللي بيربوه اصلا لا هم امه ولا هم ابوه. بعد المرحله دي وفي 2012 ضرب احمد عز عصفورين بحجر واحد، فقدم اللون الكوميدي في حلم عزيز، وقدم شخصية سالم المسلمي تاجر المخدرات الكبير في فيلم المصلحة، وفي الفيلم ده تحديدا علم على كل الناس اللي كانت موجودة في الفيلم بما فيهم أحمد السقا نفسه. في 2013 عاد أحمد عز لينتقم من كل الناس اللي كانت بتضحك عليه في الأفلام اللي قبل كده، وقدم فيلم الحفلة، وفي الفيلم ده اكتشفنا إن عز هو اللي ضحك على الناس كلها، وهو اللي عمل خطة إن مراته مختفية ومقتولة، واتضح إن هو اللي قتلها أصلا عشان ياخد فلوسها وفلوس أبوها بعد ما اكتشف إنها كانت حامل من واحد تاني غيره. وطبعا من الفيلم ده طلع عز على تجارب تانية، فشفناه في شخصية البلطجي في ولاد رزق، وبعد كده شفناه شخصية الضابط في الممر. ولما بدأ عز بقى واحدة ورا التانية يطلع من لون للون ويتشقلب من كاركتر لكاركتر، فالناس بدأت تقول لا يا جماعة احنا قدام ممثل جامد جدا جدا يقدر يعمل اي حاجة، عامل زي حتة العجينة كده اللي وقعت في ايد خباز امه دعياله يشكلها كده تمشي يشكلها كده تمشي. قالك بس كده بقى جيت دور يا معلم على المسرح عشان ندخله بقلب مطمن ونقول للناس زي ما كنت برنس في السينما وفي الدراما وعلمت، هدخل كمان المسرح وهبقى برنس وهعلم على اي حد. اللي اعرفه ان عز كان الترشيح الاول لمسرحية علاء الدين، ورغم اني ما دخلتش في نية المخرج سامح عبد العزيز عشان اعرف هو كان ترشيح اول ليه، الا ان اقدر اقول لحضرتك بمنتهى البساطة ان اختيار عز كان جاي لسببين. السبب الاول ان عز الفترة اللي فاتت محقق نجاح مكسر الدنيا في كل حتة وفي كل الكاركترات اللي بيعملها. اما السبب الثاني فهو ان عز عامل زي الكاوتش اللين، وبعدين هو كمان من الممثلين اللي لما بيحط افات في اي حتة في اي دور يضحكك وما تقدرش تقول ابدا لا الإف ده ما كانش متوظف صح ولا ما كانش مكانه ولا يا ريته ما قاله. لكن ترشيح عز وزي ما يمشي ان هو نعمه وحاجه حلوه ليه ولجمهوره يمشي برضه ان نقمه. هتقول لي ليه؟
اقول لحضرتك شخصية علاء الدين اصلا عيل صغير عنده بتاع 18 20 سنة، فازاي تجيب عز اللي هو بدأ يدي ملامحه على الخمسينات وتقنع الجمهور ان ده عنده 18 سنة؟ سيبك من انك هتستخدم تكنيك والكلام ده، ولا اي تقنية هتقدر تصغر شكل احمد عز على المسرح، وبالتالي هتكون دي العقبة رقم واحد قدام الجمهور انك تقنعه ان ده عنده 18 سنة. العقبة التانية برضو كانت خاصة بترشيح الممثلين. عندك تارا عماد، صحيح هي شكلا ممكن يبقى شكلها شكل اميرة، لكن طولها مش طول الاميرة ياسمين اللي احنا كلنا شفناها قبل كده في اكتر من عمل وهي شخصية قصيرة. ده بخلاف طبعا ان تارا عماد خبرتها قليلة في الوسط الفني، وبالتالي عشان تقف قدام احمد عز والجري هيكون الموضوع صعب جدا جدا عليها، واحتمال كبير ان المشاهد اللي تارا عماد هتكون موجودة فيها لوحدها هتكون مشاهد على المستوى الايقاع واقع درجة كبيرة. حاجة مهمة كمان ممكن تهدد نجاح المسرحية، وهي انها جاية بعد كام شهر من عرض الفيلم الاصلي، الفيلم اللي كسر الدنيا في كل حتة والناس كلها بقت بتتكلم عليه. صحيح انت في المسرحية عامل تكنيك على اعلى مستوى، عامل رقصات، استعراضات، مزازيك، شغل حلو ما شفناهوش في مصر ولا في الوطن العربي قبل كده، بس شئت ام ابيت هتتقارن بالفيلم، وعشان تتقارن بالفيلم لا تقنع يعني ان المقارنة هتكون في صالحنا. صحيح مش بقول ان المقارنة صح، لان المقارنة بين اي عملين تظلم العملين، لكن شئت ام ابيت هتتقارن. وطبعا الموضوع في الاخر مش هنبقى احنا رقم واحد، والله ما كنت عايز اقولها بس يعني حقيقة هنعمل ايه، هنكذب. اما اخر حاجة بقى ممكن تأثر على المسرحية هي فكرة الاعتذارات اللي تمت عنها. يعني لما تقول لي ان محمد سعد اعتذر وجبنا محمد ثروت، مع اني بحب محمد ثروت جدا وبيوقعني من الضحك، ولما تقول لي ان روبي اعتذرت وجات مكانها طار عماد، مع اني بحب محمد ثروت جدا برضو وبيوقعني من الضحك، المخ هنا بيبدأ يصور لك الشخصيات اللي انت هتشوفها في المسرح بالشخصيات الرئيسية. بمعنى ايه؟ ان حضرتك هتبقى مهيئ ان انت بتشوف الجني اللي هو هيعمل دور محمد ثروت هو محمد سعد، هو خلاص المخ بيهيئ لك ده. وبعدين بيبدأ كمان يهيئ لك حاجة تانية، ان طالما نجم اعتذر فاللي انت هتجيبه هيكون اقل منه، مع ان طبعا دي مش قاعدة رئيسية، بس الفكرة هنا ان انت بتقول لنفسك ايه، يعني هو نجم اعتذر لانه مشغول، فانت هتجيب واحد تاني مش مشغول، فبما انه مش مشغول يبقى ما بيشتغلش كتير، يبقى مش نجم او مش الصف الاول او مش اللي انت كنت بتحلم بيه. هتقولي مثلا جبنا نجم واعتذر عشان الفلوس، يبقى انت هتجيب واحد تاني بياخد منه اقل فلوس، وطالما بياخد اقل يبقى برضو زي اللي حصل قبل كده مش من النجوم الاولانيين او مش من نجوم الصف الاول اللي انت كنت بيستني تشوفهم. وطبعا لما يبقى عندك من الاول من بدايه الكلام عن المسرحيه ما تسمع ان محمد سعد مع احمد عز مع روبي، فتبدا تتصور كده ان انت هتبقى قدام عمل جامد، عمل فشيخ على اعلى مستوى، وفجاه تبدا تلاقي الطموحات عماله بتقل بتقل بتقل، وانت لسه خيالك مهيئ لك ان الناس الاصليه موجوده. فاعتقد ان دي هتكون عقبه مهمه مع العقبات اللي فاتت، لكن في النهايه ارجع اقول كل ده مجرد هواجس، مجرد مخاوف واحد قال يفضفض بيها معاكم، ممكن كل الكلام ده ما يحصلش في الاخر ويطلع المسرحيه سكتها سالكه و100 فل و14 ما فيش فيها اي مطبات ولا اي عقبات، ويحصل زي ما المثل البلدي بيقول اللي تخاف منه ما يجيش احسن منه. اقفل يا ابراهيم.